النهاردة كان في يعني كلمة مهمة بمناسبة يوم المرأة المصرية، كلمة مهمة لمصر في الأمم المتحدة على هامش فعاليات الدورة رقم 66 للجنة وضع المرأة. الكلمة اللي ألقتها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الوفد المصري كانت في اجتماع مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين. أكدت في كلمتها بحضور الأمين العام للأمم المتحدة إنه الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي هي كلمة السر للتقدم اللي اتحقق في ملف تمكين المرأة المصرية. دكتورة مايا مرسي خلال كلمتها وضحت جهود مصر في ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وهنا بقى اتكلمت عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 واللي طبعا بتتسق مع رؤية مصر 2030، وقالت انه مصر لما اطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان كان للمرأة محور اساسي فيها بيتفق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وأكدت إنه الدولة المصرية بتكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا الثقافية وفقا لأحكام الدستور، وإن الدولة كمان بتكفل للمرأة حقها في تولي كل الوظائف العامة، وظائف الإدارة العليا في الدولة، التعيين في الجهات والهيئات القضائية من غير أي تمييز ضدها. هنا أكدت على توافر الإرادة السياسية القوية للرئيس باعتبارها العنصر الأساسي اللي هو يعني بيعمل على تسريع تحقيق تمكين المرأة وتكافؤ الفرص في مصر. هي كلمة مهمة للدكتورة مايا مرسي جاية في وقتها في عيد المرأة المصرية اللي بنحتفل بيه كل سنة يوم 16 مارس في ذكرى نضال المرأة المصرية خلال ثورة 1919. طبعا كل سنة وكل ست مصرية بألف خير.